مصطفى بابا هاولا ورا بابا هاولا بابا اسم اللاعبين الدوليين سواء اللي شاركوا في المونديال واولا اللي كان لهم الشرف باش ينالوا كاس افريقيا سنه 1990 التتويج الوحيد اللي مثلوا حكيم صرا اليوم كذلك اللاعبين اللي مثلونا وراحوا بروران بيستيف ورانا كاع حدين خونا جزائريين جيناكم باش ندعموكم معنويا اولا جيناكم باش نقدموا هذا الوقت تاعكم الحمد لله ربي بدا الاجل تاعو في وقته والحمد لله مات يعني وهو في واجب تاعو واجب الرياضي اللي تفتخر به العيش مليحه نشوف الناس كاع راهم جاو هنا وراهم يشهدوا عليه بالاخلاق الطيبه وشنا في التواصل الاجتماعي والفيسبوك وشنا كيفاش الصحافه تعاملت معه كل شيء مات هذا هو الاجل تاعو اليوم جينا قلت لك في اطار الدعم المعنوي وجينا كذلك في اطار نساندوك ماديا ثاني والاقسم بالله ما زلت مبروك عليك عمرك باسم اللاعبين الكبار هذه العمره ان شاء الله كي تروح تما تزور قبر الرسول وتزور مكه فهمت تزور بيت الله الحرام تعرف باللي احنا الدنيا هذه والو دوك هو برك سبقنا برك على دوك التاني من بعد نروحوا غير هو سبقنا هذه معونة عبد الرازق عاوننا فيها نعطوها لك ليك فهمت هذه باسم اللاعبين يعطوها لك فهمت ومن بعد انا دير لي كوردو رعايه عليا هذه معونة هذه باش تعاون فيها هذه حاجه هاي شايف الناس الاخرين صح يا جماعه والله مازال دينا فما تبغي تبكي ادعي لها بالرحمه تحبس الدمعه على بالك سي بون هيا شوف انا شوف انا شوف انا من باب التضامن تنقلنا من مدينه وهران الى بلديه دهامشه وراهم معنا اللاعبين الدوليين هنايا احنا نقدموا التعازي للاسره باسم الاسره الرياضيه والحركه الجمعويه وكذلك يعني جميع الشباب على المستوى الوطني لعائله داود بورزك شاب في مقتبل العمر توفى الجمعه الماضيه اثر سكته قلبيه ما دعسنا ان نقول الرحمه والمغفره احنا ان شاء الله في المستقبل نتمنى ان شاء الله باش الفرق الرياضيه سواء يعني في جميع المستويات باش ياخذوا بجديه يعني الفحص الطبي قبل بدايه الموسم اكتشفنا اليوم أخلاق طيبة وكذلك المستوى الدراسي والمستوى الجامعي لهذا الشاب إن شاء الله يعني دينا يعني مبادرة باش تكون إن شاء الله عمرة أنا وجماعة تاع وفاق سطيف وكذلك اللاعبين الدولي للعائلة وهذا من باب باش نخفوا شوية على الفاجعة اللي ألمت بالعائلة قالوا بزاف شتى يلعب 14 سنة إن شاء الله هو يلعب في الكرة القدم من الفئات الشبانية حتى لي سينيور توفى بحاجه يحبها وهذه الزياره اليوم جاوك اللاعبين وجاوك رئيس وفاق سطيف واش تقول عليها اليوم وجمعيه راديوس والله نشكركم بزاف على هذه الزياره ما عندي ما نقولش راه دعم معنوي كبير لينا ان شاء الله وهذا بلي يبين بلي خويا كان انسان طيب ومحبوب
الله غير نشكركم بزاف على الزيارة هذه اللي قمتوا بها، ونشكر كل السلطات المحلية واللاعبين الدوليين وكل الشعب الجزائري. بهذه المناسبة يعني ابني كان عمره 14 سنة يشتي كرة القدم، وعيت ما يكون بليسي يحب يلعب، يحب يلعب، يجي من الجامعة يحط قشو يروح يلعب، ومن بعد كي يتم لونطريمون يجي يصلي العشاء باه يلحق عندي للدار. عيشكم وتبارك الله فيكم. لا شوف، ربما تختلف. احنا كنا في مكان فريق تاعنا كان 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 ربما كان راح يلعب مقابله ضد فريق ممسيله وبوسعاده، وكان حدث في في في, في تاريخ. اما اليوم احنا شفنا اللعاب اللي توفى فوق الملعب، هذا هو المشكل اليوم. واليوم نختموا هالفرصه هذا باش نقولوا بلي اللاعبين اللي راهم ليسونسي دون ان كلوب دوا فير دي او لو كلوب دوا رياجير ا تو سا اي بريزونتي لي جوور او ميدسان. كيما يقول لك اللسان يصعب نعبر، ولكن ربما انا حكيم تبرع بعمره ثاني، يكثر خير ربي ثاني. ولكن احنا تكلمت مع اللعاب ولا لهنا تاعكم، وكنت سالته قلت له الملعب تاعكم وين جاي، قال لي شتو مورا في على الاخر وراح يخدموا. انت قلت ابني يحب كره القدم، احنا درك انا ربما نعطي اقتراح، ربما نشوفوا الوالي ومن بعد ربما الملعب نسميوه على اسم المرحوم. فوالا هذا يعني واش هذه يعني جات درك في راسي. وكما نقول لك خوه، انا نزيد نشوف خوه باسكو تكلمت معاه، كوراج هكذا. يعني الفضل يرجع يعني للراديوز، هي الانسان يعني في الظرف مثل هذا يعني صعيب يعني ونتكلم على امور اخرى. يقول لك بلي ان الرجل نصفه امراه، الاخ قاد باسم رادياز تقدم بعمره للولد، وانا شخصيا تقدم لك بعمره للوالده. وربي ان شاء الله يثبتنا اكل، وان شاء الله نربحوا في الزياره هذه دنيا ودين، نديو الاجر عند ربي، وربي ان شاء الله يتقبل منا وياتيكم الصبر. وميرسي اونكور اون فوا بور لا رادياس محمد، سورتو على والله سي دونسرات، هذه قدر القدر على كل حال. لا فيكتيم ربي يرحمها ان شاء الله، والعائلات تاعهم ربي يعطيهم الصبر. وشنو هو نتمناو ان شاء الله منا المستقبل، خاصه الفرق الصغيره بين قوسين اللي الامكانيات نوعا ما تكون خاصه، ياخذوا بعين الاعتبار كما قال محمد. والفصوحات هذه سيتي نوبليغاسيون باش تعطي ليسونس لان اتليت، يفضليك يجوز على الطبيب المختص. اونكور اون فوا حنا جينا هنا واجب علينا كلاعبين قدماء، كانت تقدر تصرى اي واحد فينا، هذوما لي ريسك تاع المهنه. عارف تكلم معاك انت، عارف باللي صعيب كثير. انا شخصيا ضيعت بنتي، شايب ضيعت 3 بنات توفاونا، عارفين باللي صعيب واش راك تحس. مؤخرا ضيعت ابي، بابا راح، ما حسيتش كيما راحت بنتي. ما راحت بنتي، راحت الكبده ديالي. ولكن اليوم انت الحمد لله يا ربي كاين ناس هم دايرين بك، نتمناو لك الصبر ان شاء الله. وهذه هي الدنيا، ونشكركم كل، ونقول قالت الخوه قالي تعطيكم الصبر، حتى جدو نشوف اللي راه متاثر ان شاء الله. بملؤها الموده والامتنان ونفوس اشرقت بنور القران. يعني اليوم نتذكر يعني هذا اليوم اللي فقدنا فيه شاب صغير، يعني ان الله ونيلي راجعون بكل اجل كتاب، الله يثبت الاجر العائله نتاعو ان شاء الله. اليوم يعني ملتقى عائلي ورياضي، يعني من خير ما انجبت كره القدم الجزائريه. الطاب يعني لها ملك في حريم قلب الله نتاع الجزائر، جاء خصيصا لهذه المنطقه النائيه باش يعني يقوم بالتعازي ويوصل الرساله نتاع التواضع نتاع البساطه. لان هذا الصبي هذا رحمه الله لما نشوف يعني الوالد نتاعو يبكي بكاء الطفل، يعني نتاثر في بعض الاحيان، لكن قدر وقدر. وهذا الملتقى هذا اللي صنع الحدث يعني واجهه نتاع خير، لان ماهوش فرق بين لاعب دولي ولاعب صغير او منخرط في اي رابطه. شفنا بان يعني اللاعبين الدوليين هما الاولى اللي جاوا يعني باش يقوموا بالتعازي. شوفوا اليوم
الشيء اللي نقوله باسم الخاص وباسم إدارة نادي وفاق سطيف، أنصار نادي وفاق سطيف، نقدم تعازينا الخالصة لعائلة الفقيد. اليوم حضور اللاعبين القدماء واللاعبين يعني كبار اللاعبين في الجزائر، لاعبين الفريق الوطني واللاعبين اللي داروا يعني انجازات كبيره في الساحه الكرويه الجزائريه، حضورهم يعني عنده 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 ثقل كبير، لانه ما كانش واحد كما قلت يعرف معنى ان واحد يموت في سير لو تيران كما هو كما هما يعني يمارسوا اللعبه ويعرفوا لو ريسك. نحن نشكرهم كثير 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 على الحضور تاعهم، نشكروا ايضا لا راديوز على يعني الشيء اللي راهي تقوم به عبر يعني كافة القطر الوطني. بالنسبة لي شخصيا الشيء اللي نقدر نقدمه أن نقول يعني من اليوم فصاعدا نتحمل يعني كل الشيء اللي تاع الأدوية وش لا فيزيت ميديكال دافون سيزون نتحملها شخصيا، يعني رئيس الفريق يتقدم لي ونقوم يعني بالمصاريف الخاصة باش يكون.